كان تشيلسي، لكن من انسحب أولا هو مانشستر سيتي الذي لا أعلن بأنه لا يريد أن يتواجد في هذه البطولة. كلام بيب غوارديولا كان واضحا اليوم في المؤتمر الصحفي حين قال بأنه يجب أن تكون كرة القدم فيها الربح والخسارة، لا يجب أن تكون دائما موجودا في مكان دون أن تقوم بالمجهود. ولذلك طبعا كان واضحا رسالته هو كمدرب لمانشستر سيتي بأنه غير سعيد بدوري السوبر الأوروبي. أيضا التطورات التي نالت لنقول نادي الذي خلفي مانشستر يونايتد، اليوم إعلان إد وودورد استقالته من مركزه طبعا كمدير تنفيذي لمانشستر يونايتد، وهذا أمر لربما طالب به جماهير مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، احتفالات كبيرة حقيقة للجماهير طبعا سمعتهم عبر الراديو وحتى تابعنا عبر التلفاز ردة فعلهم على هذا الأمر، لأنهم أرادوا أن يتحول ناديهم إلى نادي رياضي، لا يريد أن يكون نادي تجاري. إن نظرنا فقط إلى ما قام بإد وودورد من الناحية التجارية، هو قام بعمله بشكل ممتاز، حقق أرباح كثيرة لنادي مانشستر يونايتد، لكن لم يؤدي ذلك إلى بطولات. لذلك طبعا تبعات السوبر الأوروبي تؤثر على الجميع هنا في إنجلترا. وبأن طبعا تحدث عن نادي مانشستر، لكن سأتطرق بسرعة إلى فريق ليفربول، لأن أيضا جودة هندسل قاد الفريق بالنيابة عن جميع اللاعبين أصدر بيانا بأنهم متفقون بأنهم ضد هذا دوري السوبر الأوروبي، وأنهم ولاؤهم هو للنادي وللمشجعين. هذه رسالة واضحة لإدارة النادي بأنهم أيضا ما يريد أن يكونوا جزءا من هذا السوبر الأوروبي. إذن ربما كما توقعنا هو السوبر الأوروبي يضم 6 أندية إنجليزية، لكن إن كان سينهار فإنه سينهار من إنجلترا، ويبدأ بأن هذا ما بدأ يحصل اليوم. شكرا لزياد. نتحدث عن قبل المباراة انسحاب رسمي لأحد الأندية، ولربما تكون بداية انسحابات أخرى بعد هذا البيان الرسمي. نعم عبد العزيز، واضح ردود الأفعال كانت واضحة وقوية منذ أمس بعد القرار. رئيس وزراء بريطانيا تحدث لأول مرة، حتى العائلة بعض أعضاء العائلة المالكة في بريطانيا تحدثوا أيضا ضد هذا القرار، وبالتالي واضح أنه القرار مرفوض بشكل كبير في إنجلترا. اليوم شاهدنا قبل مباراة تشيلسي كان هناك حضور جماهيري كبير ترفض هذه البطولة، وبالتالي أنا أعتقد البطولة لن تقام. تغريدة أيضا للأسطورة الإسكتلندية ونجم نادي ليفربول كيني داغليش يتحدث فيها عن الأيام القليلة الماضية كانت صعبة للغاية، وكل عاشق لليفربول يأمل بأن يكون النادي يفعل الصواب دائما. يعني تغريدة مميزة، ولربما الدعم الرياضي قد يفيد كثيرا في عدم إنشاء السوبر ليج، خصوصا الدعم الجماهيري، لأن اليوم اتضحوا أن الجماهير هي كانت لها الكلمة. خروج هذا الكم الهائل من الجماهير لتندد بإقامة هذه السوبر ليج الصراحة لم تأتي في وقتها المناسب، كان لازم التضامن مع كما قلنا مع الجهات المختصة، خصوصا مع جائحة كوفيد كان لازم التضامن مع الناس، كانت هذه الفرق تراعي الظرفية. لذلك فأظن بأن أيضا إنجلترا عندما تكون هي الأولى للخروج بهذه الانسحاب، انسحاب مانشستر سيتي وممكن يكون تشيلسي بعدها، ويكون بعد العدد الجماهيري في لقاء تشيلسي. نعم. في محيط الملعب يعني بأن يعني ربما نشهد أيضا انسحاب تشيلسي. أكيد 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 راح يكون له تأثير كبير، أكيد تأثير، خصوصا أن إنجلترا هي من أسست كرة القدم، من اخترعت كرة القدم، وطبيعي أن هي تكون لها المبادرة الأولى أن تخرج بهذه التصريحات ضد ما هو أساس كرة القدم. ما هو أساس كرة القدم؟ وهو تكافؤ الفرص وهو الاستحقاق، وهذا ما يطالب به. خصوصا أيضا الآن صحيح أن بعض الفرق الكبيرة تريد أن تنقض مؤسساتها عن طريق هذه الخرجة، لكن لازم نعلم أن العديد من الفرق ارتكبت أخطاء كثيرة فيما سبق، ارتكبت أخطاء في الانتدابات، ارتكبت أخطاء في تدبير اللعب النظيف المالي النظيف. لذلك فهل تريد تعويض أخطائها بالخروج بها؟ ولكن الانسحاب، انسحاب مانشستر سيتي، تغريدات كثيرة من رحيم ستيرلينج، من كيني داغليش، من هندرسون حول ليفربول، يعني بأن أيضا ليفربول في طريقه أيضا للانسحاب مع جماهير تشيلسي. أنا برأيي ستكون هناك انسحابات متتالية، حتى برشلونة أعلن ببيان رسمي بأنه سيستفسي الجمهور، ومع ذلك هو سيضع الأمور بيد الجمهور، والجماهير سترفض هذه الفكرة، لأن هذه فكرة تعزل كرة القدم،
تضع شرخ كبير بين أقطاب اللعبة، بين الكبار وبين الآخرين، وهذا ليست عدالة في كرة قدم. دائما هي اللعبة بسيطة، لعبة مفهومة، لعبة تعتمد على يعني محبة الجماهير، وهذه المسألة برئيسها تؤثر كثيرا، ولكن واضح ردود الأفعال.